السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هندخل في يونت 5 الوحدة الخامسة اللي هي بعنوان My Day يومي، اليوم بتاعي، اليوم خاص بي. Lesson 1، درس الأول. الكلمات كالعادة: milk، milk مش milk، milk هنا ال L، milk لبن، break time، break time مش break، مش break، لا break، break time، break time فسحة. tea شاي، tea طبعا هنا اللونج اي، يعني اي طويلة عشان الاي حرف صامت، حرف silent. tea شاي. clock، clock ساعة حائط، clock، clock. واخدنا بكده كلمة watch، watch بمعنى يشاهد او ساعة يد، a watch ساعة يد. great، great رائع عظيم، great. bread، bread خبز، bread مش bread، نطقها صحيح bread، bread. great، clock، tea، milk، break time. وبعد كده في افعال تانية او كلمات تانية، يعمل حاجة، فعل مفعول، يقوم بعمل شيء معين. اول verb اول activity اول نشاط بعمله كل يوم، have breakfast. have بمعنى يتناول او يملك، هنا يتناول عشان breakfast، breakfast الفطار، breakfast نحفظها كده break، خلينا كلمة break من شوية من نفسها، وبعدين fast breakfast يعني الافطار. have breakfast يتناول الفطار. go home، go home يذهب المنزل. go home، drink tea يشرب شاي، drink tea أخذنا unit 4. drink water يشرب مية، drink tea يشرب شاي. enjoy the school day، enjoy يستمتع، enjoy، enjoy the school day، school day اليوم المدرسي، school day. enjoy the school day. go to school، go to school يذهب المدرسة، go to school. play with، play يلعب، with حرف جر بمعنى مع أو be هنا بمعنىها مع. play with my friends، play with my friends ألعب مع أصدقائي، مش play with my friends، نطقها صحيح play with my friends أو with friends. play with friends ألعب، يلعب مع الأصدقاء. eat bread، eat bread، eat bread يأكل الخبز، eat bread. stand in line، stand يقف، in line في صف أو في طابور، stand in line يقف في صف. go to bed آخر اليوم طبعا، go to bed يذهب إلى النوم. إذا هنا عندنا بعض الأنشطة اليومية بتحصل كل يوم نعملها كل يوم: have breakfast، go home، drink tea، enjoy the school day، go to school، eat bread، stand in line، go to bed، play with friends. طبعا اسمها الحاجات اسمها daily routines، daily routines يعني أنشطة أو روتين يومي، روتين بعمله كل يوم، الحاجات دي بعملها تقريبا كل يوم، daily routine. يفطر، يشرب شاي، ويروح مدرسة، ويستمتع باليوم الدراسي، ويلعب مع الأصدقاء، يأكل خبز، ويذهب الفراش، ويذهب للبيت. دي حاجات بعملها أو بنعملها بصفة روتينية، صفة دورية، كل يوم بنعمل الحاجات ديت. هنا بيعلمك telling the time، الإخبار عن الوقت. telling the time عشان تقول الساعة. أول حاجة نعرف هنا حاجتين مهمين في الساعة. أول حاجة نعرف إنه the long hand is the men's hand. hand hand في البشر، في البني آدمين معناها يد، hand معناها يد، لكن في الساعة معناها العقرب. the long hand العقرب الطويل، for the minutes أو is the minutes hand عقرب الدقايق، العقرب ده بتاع الدقايق minutes. أما the short hand العقرب القصير is the hours أو the hours hand، العقرب القصير ده بتاع الساعات، ده دقايق وده ساعات. إذا هنا نشوف العقرب الصغير فين، هنا عندي 7 والطويل عند 12. لما يكون عقرب الدقايق ده الطويل عند 12، إذا الساعة ديت بالظبط، يعني الساعة 7 بالظبط، 7 o'clock.
يبقى عقرب القصير بتاع الساعات الطويل بتاع الدقائق. ولما يكون عقرب الدقائق عند 12 اذا الساعة دي بتكون بالظبط تماما. اوكي مثلا هنا اقول ايه؟ It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. الساعة 7 تماما. O'clock. شوف هنا O'clock. O apostrophe C بعدين L O C K. It's 7 o'clock. لكن لو العقرب ده هنا هو مثلا عند الخمسة اقول ايه؟ It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. الساعة الخامسة. نشوف هنا بعض الساعات بعض الأوقات. Number one, what's the time؟ السؤال بتاع الساعة سؤال عن الوقت اقول ايه؟ What is the time؟ أو what time is it؟ What's the time؟ What's the time؟ يعني ما الوقت؟ أو what time is it؟ ما الوقت برضو. هنا الساعة كام؟ قلنا الطويل لما يكون عند 12 الساعة كام؟ الساعة هنا 7 بالظبط، القصير بتاع الساعات، هنا القصير عند 7، إذا it's 7 o'clock. It's 7 o'clock الساعة السابعة تماما. هنا نخلي بالنا هنا اهوت، القصير عند 9 يبقى الساعة 9. طب والطويل فين؟ عند 6. قلنا الطويل عند الدقايق. هنا هقول 9 و6 دقايق؟ لا طبعا. ليه؟ عشان نبدا دايما من اول 12، بين كل رقم والتاني 5 دقايق، يعني بين 12 1 5 minutes 5 دقايق، بين 1 و2 5 دقايق، بين 12 و2 كام؟ 10. نضرب 2 في 5 ب 10. نفس الكلام بين 2 و3 كام؟ 5 دقايق. اذا بين 12 و3 15 دقيقة، عشان 3 في 5 ب 15. بين 3 و4 5 دقايق. طب بين 12 و4 كام؟ نضرب 5 في 4 20. اذا لما يكون عقرب ده عند الأربعة هقول 20 دقيقة، 3 15 دقيقة، 2 10 دقايق، 1 5 دقايق، تمام؟ 5 minutes. اللي عند الخمسة 25 25 دقيقة، عند ستة 30، هنزود خمسة يعني 5 دقايق 5 10 15 25 أو 20 25 30، يعني 5 دقايق 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 وهنا 60 اللي هي تكون الساعة بالظبط. نرجع هنا للصورة ديت، قلنا هنا الساعة كام؟ It's 9 وكم دقيقة؟ أيوة It's 9:30. الساعة 9 و 30 دقيقة أو 9 ونص. It's 9:30. هنا القصير عند ال 11 والطويل عند ال 12، إذا الساعة 11 بالظبط. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. هنا القصير والطويل عند ال 12، إذا الساعة 12 بالظبط. It's 12. It's 12 o'clock. بالضبط أو تماما يعني o'clock. It's 12 o'clock. Number 5. هنا what time is it؟ الساعة كام؟ الأول العقرب القصير عند الاثنين يبقى it's 2. اثنين وكام دقيقة؟ وستة؟ لا أمال كام دقيقة؟ هقول احنا قلنا بين كل رقم والتاني 5 دقايق، يعني بين 12 و1 12 و1 5 minutes، فبالتالي 5 10 15 20 25، إذا هنا 30. واحنا قلنا الطويل عند ستة، إذا و30 دقيقة 30. It's 2:30. It's 2:30. ساعة 2:30 أو 30 دقيقة. هنا بيعلمك زمن the present simple tense. أول أزمنة في الإنجليش زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط يعني لما تكلم كده عايز تكلم أو تكلم عن شيء بعمله كل يوم، حاجة بعملها بشكل روتيني، يعني كل يوم أتأفطر وأروح المدرسة، مثلا ألعب مع أصحابي، أروح البيت وأعمل واجبي، اتفرج على التلفزيون مثلا، واذهب للنوم في الاخر. الحاجات دي كلها انشطه بعملها كل يوم. اذا تاني لما اتكلم عن شيء بعمله كل يوم، مش بس كل يوم، كل مثلا كل شهر كل سنه كل اسبوع، تمام، استخدم المضارع البسيط ده استخدامه. يعني شكل الجمله اللي فيها مضارع بسيط، او لما اتكلم عن شيء بعمله كل يوم هقول اي وبعدين الفعل اللي بعمله. I play مثلا، I watch أنا أشاهد، I eat أنا أكل، I go أنا أذهب، I play أنا ألعب، I drink أنا أشرب، تمام؟ إذا الشكل المضارع البسيط بيكون لو جملة أولها I اللي هو أنا، you أنت، we نحن، they هم، أو اسم جمع، أي اسم جمع مثلا the boys the girls أحمد أد محمد، أي اسم جمع.
الحاجات ديت الاي الضمير اي يو وي ذي او اسم جمع بعدهم المين فيرب. يعني ايه مين فيرب؟ يعني حاجه اسمها الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ يعني الفعل في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل بدون اي اضافات بعديه. الفعل يعني الفعل اصل الفعل. الفعل يلعب بلاي، ده اصل الفعل. في بلاي اهو مثلا يلعب ده الاصل، وفي بلايد لعب، في بلايز بالاس، في بلاينج اي ان جي. بلاينج بلايز بلايد بلاي اصلهم بلاي، ده المصدر ده الاساس. اذا الفعل بعد اي ويو اللي هو انت او انت او انتم، وي نحن ذي هم او اسم جمع، الفعل بعدهم في المصدر يعني بدون اي اضافات بعديه. اما الفعل بعد الضمير هي اللي هو هو، شي هي، ات هو او هي اللي جر عاقل، او اسم مفرد احمد بس، محمد او ماي فاذر ماي ماذر، او هي او مثلا ذا جيرل ذا بوي، دي كلها مفرد. الفعل بعد هي وشي وات او اسم مفرد، الفعل في اس او اي اس او اي اي اس. تمام، ده شكل الجمله او شكل الفعل في المضارع البسيط. الفعل بعد اي ويو او ذي او وي في المصدر بدون اي حاجه، اما الفعل بعد هي وشي وات او اسم مفرد، الفعل فيه هتضاف له اس او اي اس او اي اي اس اي اس. عندنا مثلا الفعل الجمله وي بلاي تنس ات 11 كلوك، احنا بنلعب تنس الساعه 11. وي بعد المين فيرب، بعد الفعل في المصدر. طب هل هنا وي بعد المصدر؟ فين الفعل عندكم في الجمله؟ الفعل هنا بلاي، هي بلاي متضاف له حاجه؟ لا، في المصدر. يبقى الفعل بعد وي او اي حاجه من دولت في المصدر بدون اي اضافات نهائي. وي بلاي تنس، وي بلاي او يو بلاي، اي بلاي، ذي بلاي، ذا بويز بلاي، محمد ان احمد بلاي. طب لو بدل وي احط هي هتكون ايه؟ هي بلاي؟ لا، ليه لا؟ عشان احنا قلنا هي وشي وات او اسم مفرد الفعل في اس، هتكون هي بلايز. نفس الكلام مع شي، شي بلايز، مثلا بدل هي احمد، احمد بلايز. امثله ثانيه، وي هاف بريكفاست ات 7 كلوك، وي بعد الفعل هاف يتناول في المصدر اهو. وي هاف بريكفاست ات 7 كلوك، نتناول الفطار الساعة 7 تماما. بدل وي احط ذي، احط مثلا يو او احط اي. طب لو وي بدلها هي هكون هي هاف ولا هاز؟ هاز، عشان بعد هي الفعل في اس. يتناول هاف مع هي هتكون هاز. ذي بلاي ويز فريندز ات 10:30، بيلعبوا مع الاصدقاء الساعة 10:30 دقيقة. ذي بعد الفعل في المصدر، في المصدر ليه؟ عشان بلاي الفعل اهو بدون اي اضافات بعديه. ذي بلاي بدون اي افعال، بدون اي اضافات، لا اس ولا ان جي ولا اي دي، فعل في المصدر بس، اصل الفعل بلاي. طب لو قلت شي هتكون شي بلاي، صح كده؟ لا مش صح. ليه؟ عشان برضو قلنا هي وشي بعدهم الفعل في اس، هي او شي بلايز. You go home at 2:30. You او they او we او اسم جمع بعد الفعل في المصدر جو يذهب. You go home at 2:30. لكن لما اقول she هقول she goes. ES. She goes او he goes home at 2:30. لكن مع you they we I الفعل بدون اي اضافات. I go to bed at 10 o'clock. انا اهو I الفعل في المصدر. I go to bed at 10 o'clock. اذهب للنوم الساعة 10 تماما. Let's in a circle. اسمع مضاع دائرة. Enjoy the school day. يستمتع باليوم الدراسي. Enjoy. الصورة دي. Go home. Go home. يذهب. هم أنا منزل. Go home. يذهب المنزل. Have breakfast. Have breakfast. يتناول الفطار. Have breakfast. طبعا ده sleep وده وده go to bed أو sleep وده طبعا run أما ده have breakfast. Look. Read a match. انظر واقرأ وصل. Go to bed. Go to bed يعني يذهب للفراش، يذهب للنوم. الصورة دي. نمبر 2 eat bread. Eat bread يأكل خبز. نمبر 2. نمبر 3 clock. Clock قلنا clock ساعة حائط. نمبر 3 look read and write. انظر واقرأ واكتب. عندنا 8 8 clock ساعة حائط breakfast فطار. This is a هذه تكون كلها clock ساعة حائط. Number two, I have at 7 o'clock. أتناول الساعة 7. I have 8. I have breakfast. طبعا I have breakfast. أتناول الفطار. Read a circle. اسمع وضع دائرة. اقرأ وضع دائرة. It's break time.
break يعني الفسحة أو الراحة break time سوري طبعا ديت he goes to school goes يذهب احنا قلنا هو من شوية قلنا he و she بعد الفعل في s أو es لكن لما أقول I هكون I go they go لكن ما he و she goes he goes to school يذهب للمدرسة. وبكده نكون خلصنا lesson 1 من unit 4 من unit 5 الدرس الأول الوحدة الخامسة. أتمنى يكون الشرح كان سهل وفهمنا الدرس. ما ننساش نعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناة اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد من عندي وكومنتس لو ليك أي كومنتس وطبعا شير مع الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.